مجلس شورى شباب الشارقة تناول اليوم موضوع التنمر بحضور كثير من المسؤولين من الحكومة. كان من الضروري جدا أن الناشئة فتيات وفتيان أن يجري الحديث بينهم وبين المسؤولين دون وجود حاجز، يستمع الطرفين لوجهة نظر الطرف الآخر، يفهم الناشئة كيف تعمل الحكومة وماذا تقوم به من جهود، وفي نفس الوقت المسؤولين يستمعون إلى الفئة التي تتعرض للتنمر أو تشهده ووجهة نظرهم والحلول التي يقترحونها. أعتقد أن الحل يكون أسهل لما الطرفين يتحدثون فيه بحيث تغطى كل الجوانب. الحل لن يكون سريع ولن يكون سحري، ويحتاج أيضا إلى فئة أخرى ربما لم تكن موجودة، لكن من الضروري أن الإعلام يسلط الضوء عليها، وهي فئة الأهالي أولياء الأمور.